رغم مرور أكثر من سنتين على أحداث هبة الكرامة، إلا أن الاعتقالات والمحاكمات والملاحقات السياسية للشبان العرب الذين خرجوا دفاعا عن بيوتهم ومقدساتهم وضد كافة أشكال الظلم والقهر والطغيان ما زالت مستمرة، وما زالت المحاكم الإسرائيلية تصدر أحكاما تعسفية وقاسية متجاهلة كافة الحيثيات. الأحكام حاضرة بالدرج، يعني رامي شحادة من شفا عامر على سبيل المثال اللي كانت محكمته اليوم تم الاستئناف على سنة سجن. أنا بقدر أقول لك من شهود عيان هو ما كانش متواجد حتى في المحل اللي ادعوا أنه كان موجود فيه. شفنا المحكمة تبعت شاب قصي من عكا اللي بيتهموه بمحاولة قتل. قتل مين؟ قتل واحد إرهابي كان معلن قبل بيوم أنه جاء على عكا بده يقتل الناس ودهك ناس، تصدوا له الناس بعكا الوضع الطبيعي البشري إنسان يتصدى لواحد هاجم على حيه وعلى بيته، اليوم انحكم على محاولة قتل اللي هاي ممكن توصل بين 15 ل20 سنة سجن. بالنسبة للإداني احنا طلبنا من المحكمة إلغاء الإداني لأنه اعتقال رامي كان اعتقال غير قانوني، لأنه الشرطة ما قامت بواجبها حسب القانون قبل اعتقاله. المحكمة رفضت هذا الادعاء وإن شاء الله نستأنف هذا القرار وتكون نتيجة أحسن إن شاء الله. وبدل أن تقوم أجهزة الأمن والمحكمة بمحاسبة المستوطنين الذين هاجموا الأحياء العربية واعتدوا بالضرب والدهس على المواطنين العرب، تلاحق الشبان الذين هبوا دفاعا عن أرواحهم وأحيائهم وممتلكاتهم. القرار عمليا يدين الشاب بمحاولة قتل المدعو المرجان أشبيلي الذي أتى إلى مدينة عكا وهو من الذين يحملون الأفكار والأيديولوجيات العنصرية تجاه العرب، وفي يوم مجيئه على ضوء الأحداث التي جرت في هبة الكرامة قاد سيارته بشكل جنوني تجاه الشبان العرب الذين تواجدوا بالمكان ودهس أحد الشبان العرب من مدينة عكا، وهذا ما أدى إلى ردة فعل من قبل الشبان والمتواجدين في المكان. 6 قتلى في ظرف أقل من 48 ساعة في جرائم القتل المتفشية في المجتمع العربي، و121 قتيلا منذ بداية هذا العام لوحده. لكن كل ما تنشغل به الشرطة والنيابة والأجهزة الأمنية الإسرائيلية هو تلفيق التهم وجمع الأدلة للشبان الذين تظاهروا قبل أكثر من عامين رفضا للظلم والطغيان. سياسة باتت واضحة ومفضوحة تحارب النشطاء السياسيين والمتظاهرين وتمنح حصانة للمجرمين والقتلة.